أهلا بكم مشاهدي برنامج المنصة إلى حلقة جديدة. أدت الحرب إلى إغلاق العديد من المطارات في اليمن، واضطرت الدول إلى إغلاق أبواب سفاراتها، ما دفع اليمنيين الراغبين بالسفر إلى الخارج سواء للعلاج أو الدراسة أو من أجل زيارات العائلية للتوجه إلى المنافذ الحدودية كحل أخير. لكن هؤلاء الراغبين بالسفر يواجهون العديد من العراقيل في المنافذ الحدودية، تبدأ من صعوبة الحصول على تأشيرات العبور لأجل دخول أراضي الدول المجاورة كالسعودية وسلطنة عمان حتى يتسنى لهم السفر عبر مطاراتها أو إجراء مقابلات مع بعض سفارات الدول هناك للحصول على فيز الدخول، وتنتهي تلك الإجراءات بتقاعس الجهات المعنية في الحكومة اليمنية والمتمثلة بالسفارات والقنصليات في تحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين اليمنيين. عن أبرز العراقيل التي يواجهها المسافرون اليمنيون في المنافذ الحدودية والمعاناة التي تواجههم هناك، وعن دور الحكومة الشرعية تجاه هذا الأمر، سيكون موضوع حلقة هذا الأسبوع. لكن بعد أن نشاهد التقرير نبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم. لأسابيع يقف هؤلاء على رصيف الانتظار وتحت حر الوعود في منفذ شحن الحدودي بين اليمن وعمان في انتظار الحصول على تأشيرة عبور تدخلهم إلى السلطنة للسفر بعدها إلى إحدى دول الخارج أو لقصد بعض سفارات الدول في عمان بعد أن أغلقت هذه الدول أبواب سفاراتها في اليمن. نصف هؤلاء هم طلبة حصلوا على منح دراسية إلى الصين وتركيا، 500 مواطن بينهم 300 طالب ينتظرون منحهم تأشيرات عبور للحصول على فيز دراسية إلى هاتين الدولتين ليلتحقوا بالدراسة في موعدها المحدد والتي ستبدأ في شهر سبتمبر، ما لم فستلغى المنح التي حصلوا عليها. قبل ذلك كانت الحكومة العمانية تمنح تأشيرات العبور لليمنيين مجاناً، لكن المسؤولين في منفذ شحن كانوا يأخذون ما بين 200 إلى 300 دولار ليصل ما يتم الحصول عليه في اليوم الواحد إلى قرابة 20,000 دولار، ما دفع حكومة عمان إلى إيقاف إصدار تأشيرات العبور وعدم التعامل مع الجانب اليمني الحكومي لتفوض الأمر إلى مكتب في المنفذ يتم التسجيل عبره، ما أدى إلى التأخير في الحصول على تأشيرات العبور والتي قد تصل إلى نصف شهر أو أكثر. وبسبب هذا التأخير يضطر البعض إلى العودة نظرا لارتفاع تكلفة البقاء في المنفذ أو البحث عن طرق غير رسمية للحصول على منح عبور مقابل دفع مبالغ مالية تتراوح ما بين 200 إلى 300 دولار. ووسط هذه المعاناة تقف الحكومة اليمنية ممثلة بسفارتها اليمنية لدى السلطنة مكتوفة الأيدي، عاجزة عن إيجاد حل لمئات العالقين. إذا تابعنا التقرير حول موضوع هذه الحلقة. في البداية لدينا اتصال أخ سليم، هو متواجد في منفذ شحن الحدودي. أهلا بك أخ سليم. يا مرحبا فيكم أخ سليم. أشكركم وأشكر قناة بلقيس لانتباهها لقضية الطلاب والمواطنين المعانين هنا في منفذ شحن والذين يحاولون العبور إلى سلطنة عمان لإكمال إجراءاتهم، سواء كانوا طلاب والأغلبية منهم طلاب لديهم منح في دول أخرى مثل الصين وروسيا وماليزيا والهند. ويعني المعاناة التي يعاني منها مئات الطلاب الآن موجودين في شحن، لا يعرفون ما هي العراقيل وما هي الأسباب التي أدت إلى وصولنا إلى هذا الوضع. يعني لم نستطيع الحصول على تأشيرة بالرغم أن أكثر الطلاب عالقين في المنفذ لأكثر من 7 أيام، والغالبية كان لهم من قبل العيد واضطروا إلى العودة إلى بلدانهم، يعني مدنهم وقراهم لكي يقضوا العيد مع أهاليهم ويرجعوا مرة أخرى، والآن يواجهون نفس المشكلة. طيب سليم، نبدأ نقطة. سليم، أنتم الآن متواجدين في منفذ شحن وتعانوا من إشكالية عدم الدخول، هل فقط الطلبة المبتعثين هم من يعانوا من هذه المشكلة أم هناك فئات أخرى ربما عوائل؟ نعم، بالنسبة للطلاب في هناك الكثير من العوائل، في طالبات، في طلاب يدرسون في الخارج ويريدون استدعاء وإدخال أسرهم وعالقين معنا كذلك في المنفذ ولا يقدرون أن يدخلون إلى المنفذ حتى تتم الإجراءات داخل. طيب ما هي المشكلة؟ طيب ما هي المشكلة؟
لأنه البعض يقول أنه ربما اليمنيين الذين يريدون العبور من المنفذ هم من يتحملوا المسؤولية، لأنهم لم يرتبوا أوضاعهم بالحصول على الفيز وتأشيرات الدخول من قبل، خاصة الطلبة. يعني لو ركزنا في موضوع الطلبة، أليس هؤلاء الطلبة مبتعثين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؟ أين دور الجهات المعنية اليمنية في التنسيق؟ ألا يفترض أنهم يصلوا إلى المنفذ بعد أن يكون تمت هناك ترتيبات معينة؟ والله يا أخي للأسف يعني هناك العديد من طلاب التبادل الثقافي والعديد من الطلاب الفائزين في المنح الصينية الذين حصلوا على منح والآن يريدون أن يكملوا بقية الإجراءات في السفارة العمانية حتى يتم لهم التأشير بالدخول، لكن لا يوجد هناك أي انتباه ولا التفات من قبل الحكومة، يعني التسهيلات، هناك أي تنسيق ما بين الحكومة اليمنية والحكومة العمانية لتسهيل الإجراءات دخول الطلاب يعني بشكل خاص. يعني هناك الكثير يعني من المواطنين اليمنيين بشكل عام، وهذه قضية المفروض يلتفت إليها سواء كان طالب أو مواطن، لكن بل على وجه الخصوص في هنالك طلاب بينتهي موعد التسجيل لديهم وممكن أنهم يفقدوا هذه المنحة، ممكن أنهم يخسروها، يعني ولا يعني ما حد ينظر إلى هذه الكارثة، ولا أحد ينظر إلى معاناة الطلاب هنا في شحن وكيف وضعهم المعيشي وكيف المعاناة التي يعني والقلق النفسي الذي يحاول جاهدا أنه يعدي من هذه المشكلة وينطلق الخطوة الثانية لتحقيق حلمه في الحصول على المنحة. طيب الجهات اليمنية دورها، هل هناك اهتمام ومتابعة بقضيتكم؟ هل هناك مسؤولين قريبين منكم في المنفذ من الجانب اليمني؟ والله للأسف يا أخي أنا كان العمل إحنا عندنا كان العمل عمل تطوعي من قبل، إحنا كطلاب يعني كنا كمندوبين مثل الطلاب ونقوم بجمع حقهم الوثائق ورفع أسماء بكشوفات، يعني كشوفات نرفعها كشوفات بأسماء للطلاب على أساس إنه يتم الترتيب لهم بدخول جماعي. ولأول حصل في يوم أمس كان هناك رفعنا أكثر من 192 طالب، يعني أغلبيتهم كانوا من الصين، منح دراسية للصين، وتم يعني تم قبول أمس نزل كش على أساس يقولون أن هناك شخص أعتقد أنه الشيخ حمود المخلافي، ومنهم من يقول أنه السفير اليمني في الصين من رفع بهذا الكش إلى السلطات العمانية وعمل على تسهيل العبور لهذا الطلاب. لكن هنالك الكثير من الطلاب، يعني احنا كطلاب منسقين الطلاب المنحه الصينيه منسقين موضوعهم يعني كعمل تطوعي لترتيب جميع وثائق الطلاب الذين يريدون الدخول، لكن هنالك الكثير من الطلاب الذين لديهم منح الى روسيا الى المانيا الى الصين الى الهند الى ماليزيا لا يوجد لديهم اي تنسيق، يعني الان في اغلبيه الطلاب لهم من 3 أيام لهم من 4 أيام مقدمين فقط بالعنتري، ونشكرهم الشكر الجزيل، يعني مكتب العنتري يعني يعملوا الدور عليهم وفي عندهم يعني ازدحام قوي جدا. واحنا يعني بادرنا من جانب احنا كطلاب وعملنا هذا الموضوع خدمة لزملائنا الطلاب في الحاصلين على منحة الصين لتسهيل الاجراءات حتى لا يتم انتهاء الوقت المحدد لوصول الطلاب الى الجامعات ويفقدون المنح. طيب أشكرك جزيلا أخ سليم، وربما أنت أشرت إلى جهد طيب يبذل من الأخ ماجد العنتري في موضوع تسهيل مرور اليمنيين من خلال منفذ الشحن عبر سلطنة عمان، ومع الآن عبر الهاتف الأخ ماجد. أهلا بك أخ ماجد. عليكم. الإشكالية في منفذ الشحن ربما في الفترة الأخيرة تم التركيز عليها مع مشكلة الطلبة الذين يودون العبور سواء إلى الصين أو باقي الدول، الطلبة المبتعثين، ما هي الإشكالية برأيك؟ من يتحمل الأسباب؟ هل عدم تنسيق من قبل اليمنيين المغادرين، أم هناك صعوبة في منح التصاريح من قبل السلطات العمانية، مع أن هناك حديث عن تسهيلات يقدمها الأشقاء العمانيين بشكل كبير لليمنيين؟ اولا انا ماجد الشيبه وليس ماجد العنتري، انا متطوع طبعا في هذا المجال ونحن كقطاع خاص ليس لنا علاقه لا بالحكومه ولا بالسلطنه. ثانيا موضوع العالجين صحيح في هناك عالجين تم رفع اسماء المجموعه المتبقيه ليله البارحه من قبل العنتري، تمام، والمجموعه الثانيه المجموعه الاولى طبعا مشوا 131 شخص، المجموعه الثانيه الذي اتوا
بعد الرفع الكشف الأول وعددهم تقريبا 67 شخص. في هناك غيرهم الذي يقوموا بهذا العمل هم الأخ مضارف العجيم والأخ العنتري، هم رجال أعمال ليس لهم على باب السلطة، هم كمتطوعين. طيب. لم يتقاضوا ريال لا من دولة ولا من أحد، عملهم كله تطوعي لله. تمام. العراقيل صحيح في هناك صعوبات يواجهوها الطلاب اليمنيين أو المقيمين في دول خليجية أو المسافرين إلى أي دولة من دول العالم، طلاب ومرضى وغيرهم. ثانيا أحب أن أنبه الضيف الكريم، يقول أنه هناك أعداد يعني طلاب التبادل السدافي ومدريش، طلاب التبادل السدافي عددهم 45 شخص دخلوا اليوم أمس بالكامل. العمل هذا يقوم به رجال ليس لهم علاقة بالسلطة ولا شيء، المفروض أنه هذا العمل مش على قطاع خاص أو أصحاب معارف سياقات أو رجال أعمال، المفروض أنه هذا العمل تقوم بالسلطة يا أخي. طيب مش تقوم بجهة يعني جهات. طيب أخ ماجد، طيب أنا أستغل فرصة تواجدك معنا بأنه لديك ربما بعض المعلومات عن إجراءات وآلية التعامل في منفذ الشحن الحدودي. هل صحيح أن هذه التأشيرات تمنح من الجانب العماني لليمنيين مجانا، لكن البعض ربما يتاجر بها ويلجأ إلى بيعها لليمنيين المسافرين لأنهم مضطرين لفعل ذلك؟ هل فعلا عمان تمنح هذه التأشيرات بشكل مجاني؟ التأشيرات من عمان مجانا، والقائمين على هذا العمل الذي يعرفهم الآن والشيخ مبارك بن عجيم لم يتقرر، والطالب الطالبة أو مقيم أو مريض ريال واحد، ومن يقول أن تقرر من ريال أهل يكذب كذب آخرين. في هناك أوجهات أخرى يقوموا بمنح التأشيرات غير مكتب العنتري غير الشيخ مبارك بن عجيم، هؤلاء من يقوم بابتزاز الناس. كان يصل التأشيرة يبيعوها من 500 دولار، وأولهم الجوازات اليمنية في منفذ شحن كانت تمنح التأشيرة عندما كانت مخولة بهذا الأمر، كانت تمنح التأشيرة ب 300 للطالب، يعني في بعض الأيام يدخل 70 طالب تساوي 21000 دولار. حتى أنه الآن الجوازات اليمنية أو السلطة الحكومية المفروض أنها تقوم بعملها وهذا من عملها، الآن يأخذ على ما يقسم الجواز للطالب أو المستشفى العذري باطل. أما العنتري والشيخ مبارك بن عجيم، والشيخ مبارك بن عجيم هو الشخص المرتبط بسلطنة عمان بشكل مباشر، أما العنتري هو المتوسط. طيب هل تأشيرات هل التأشيرات لكل اليمنيين بدون استثناء تمنح من الجانب العماني بشكل مجاني، أم ربما فقط لفئة الطلبة فقط؟ يعني التأشيرات تمنح لكل اليمنيين دون استثناء مجانا، مجانا في أي جهة، سواء في سلطة الانقلاب أو المقيمين في مناطق سيطرة الشرعية تمنح مجانا. بس هناك خلل لليمنيين، اليمنيين دائما يخلبوا على أعمارهم، كانت تمنح التأشيرات لكل اليمنيين بدون استثناء. وسبب العراقيل أنه هناك ظهر أكثر من 250 متسول داخل سلطات عمان، أكثر من 250 متسول متسول يعني دخلوا عبر هذه المكاتب ويحصلوا التأشيرات مجانا، وفي الأخير يصبحوا في عمان يشحذوا. اليمنيين المفروض أنهم يحافظوا على هذا الباب. عمان تقدم لليمنيين ما لم يقدم أحد، ولا يمكن أحد تضرها، ولا يمكن أحد تضرها. الشيخ مبارك بن عجير والشيخ العنتري طيب. هذا صحيح، هذا صحيح، والشكر موصول من الجميع للأشقة في سلطنة عمان، ربما لأنه لم يعد منفذ اليمني سواء المنافذ البرية سواء سلطنة عمان أو المملكة العربية السعودية للمرور والعبور، يشكر عمان على كل ما يقدم لهم. لكن أخ ماجد، ما هي الإجراءات والآليات الآن المتبعة إذا كان يسمعك أحد المواطنين ويرغب بالسفر من خلال عمان حتى يحصل على تأشيرة مجانية؟ هل يمكن الحصول على التأشيرة من خلال موقع حتى نفيد الناس يعني بالمعلومات؟ الآن الإجراءات المتبعة كان من قبل سابق، أنا كوني إنسان وقت على هذا الأمر، من استقبال معاملات الناس عبر التليفون وعبر الرسائل والواتساب. الناس ابتزوا الناس من خلال انه لدى مكتب العنتري ويقوموا باخذ الدارات ومقالب. الان العنتري نفسه
يطلب حضور الاشخاص بانفسهم يجي يقدم معاملته ينتظر مثلا يقدم يوم السبت يوم الاثنين تطلع التاشيره حقه. صحيح انه حصل تاخير بسبب تراكم الطلبات طيب هذا هذا بالنسبه للاشخاص الذي ذكرتهم، ماذا عن السفاره والقنصليه اليمنيه في عمان، وايضا ماذا عن سمعت ان هناك اليه ربما او موقع لوزاره الخارجيه العمانيه يمكن من خلاله الحصول على التاشيرات؟ يا اخي السفاره اليمنيه السفير الدكتور ابن شطيف يعني ماذا الصبيب بالجهود ما ينكرها احد، لكنه ما عنده صلاحيات كامله انه يقوم يعني منح الطلاب او غيرهم من المسافرين اليمنيين عبر الاراضي العمانيه في هذه الاعداد. لكن في هناك على ما قلت لك الشيخ مبارك بن عجيل يقوم بتسجيل الناس وفق كشوفاتهم للجانب العماني، والجانب العماني ينزلوا هذه الجوازات اليمنيه في كشوفات في وقت. طيب شكرا جزيلا لك اخ ماجد، كنت معنا من شحن وافدتنا بكثير من المعلومات. اتصال اخر، الأخ موسى الشرعبي وهو الآن متواجد في سلطنة عمان. أخ موسى أهلا بك. يا مرحبا عزيزي، حياك الله. موسى أنت أحد الطلبة الذين كانوا عالقين في منفذ شحن وتيسرت أموركم خلال يومين ودخلتم إلى عمان، ما الذي حصل وما الذي حدث يعني وحتى انتهت مشكلتكم حتى يستفيد الآخرين، ما هي كانت أسباب عدم مروركم سابقا؟ الذي حصل يا عزيزي انه طلاب من قبل العيد، بعضهم من قبل العيد وبعضهم والبعض من بعد العيد. طبعا الكل عارف انه لا يوجد منفذ غير منفذ شحن، فاغلب الطلاب الذين لديهم منح الى جمهورية الصين الى الصين الشعبية والكثير من الدول لا يوجد لهم منفذ للمرور اليه الا عن طريق منفذ شحن. تفاجأنا عندما ناتي الى هنا يقولون التسجيل عن طريق مكتب العنتري. طيب لدينا جوازات، لدينا جهات رسمية، عندما نذهب اليها لا نلاقي اي تجاوب. منفذ مكتب العنتري هو مشكور صراحة، لم يقصر بأي شيء، كل ما جينا إليه مش موجود، مش مداوم، مقفل. طيب الطلاب تكدسوا لدرجة أنه يوصل إلى من 300 إلى 400 طالب متواجدين في منفذ شحن. وصل ما يصرفه الطالب خلال أسبوع إلى أسبوعين إلى 100 إلى 200 ألف. بعض الطلاب عادوا، بعض الطلاب فكروا بالعودة. الطلاب صاروا ظروفهم صعبة وهم معلقين في منفذ شحن، لا يوجد أي جهة رسمية ممكن أن احنا نقدر أن احنا نتواصل معها ابدا. تواصلنا مع الكثير من الجهات الرسميه لم نلقى منهم اي تجاوب. طيب الان انتم اصبح عندكم خبره بالموضوع يعني العبور من خلال منفذ شحن، ما هي الاليات الموضوعه من قبل الاشقاء في عمان للحصول على تاشيرات الدخول والمرور من خلال منفذ شحن؟ العمانيين صراحه ما قصروا، واول ما ترفع عليهم الاسماء في خلال يوم او يومين تنزل الاسماء، لكن المشكله عندما نسجل يكون ترفع الاسماء ونضطر نجلس من اسبوع الى اسبوعين. في دفع قبل العيد استمروا من 15 من 10 الى ايام الى 15 يوم ولم ينزل اي اسم. بعد ان صعد الموضوع اعلاميا نزلت الاسماء. احنا بدورنا تكفلنا بالمهمه وطوعنا مجموعه شباب، بعد ما راينا انه ما لا يوجد اي سبيل، كلها وعود زائفه، تطوعنا وجمعنا ملفات الطلاب، جمعنا ملفات اكثر من 200 طالب، رفعنا بها الى احد الجهات والى احد الاشخاص صراحه يعني عاجزين عن شكره. فتم التكفل في خلال يومين، رفعنا له الكشف الاثنين، الاربعاء نزل الكشف المنفذ العماني. يعني في يومين، في يومين يعني. طيب هذا بالنسبه لمشكلتكم. بتوجيه السلطان قابوس صراحه يعني ما قصروا. طيب هذه بالنسبه لمشكلتكم. هل ايضا هذه المشكله تعترض غير الطلبه؟ يعني سواء عوائل غير الطلبه. قبل قليل والله يتواصل معي احد المقيمين، هو يريد ان يسافر الى المانيا، يقول لي اقامته حتنتهي في 1/9، اقامته حتنتهي في 1/9 وانا الان عالق في الشحن ولازم اسافر. يقول لي والله ان هذه تذكره الطيران، يرسل لي تذكره الطيران وكل حاجه، عالق يعني مش يتحرك، اقامته حتنتهي حيخلص وعالق في الشحن مش عارف كيف يروح، ما فيش اي جهه يقدر انه يتواصل معها. طيب شكرا جزيلا لك اخ موسى. الاخ عبد القادر من الصين، اهلا بك اخ عبدو. اهلا وسهلا، حياكم الله. شكرا شكرا لك. نتحدث عن معاناه اليمنيين شؤون الطلاب، ويحاول ان يوصل رساله للجهات المعنيه بالمعاناه التي يعاني منها الطالب اليمني على وجه الخصوص. طيب
نتحدث عن معاناة اليمنيين الراغبين اليوم في السفر والعرقلة وربما الصعوبات في المنافذ الحدودية، هل تعليقك أنت حول الموضوع بداية؟ أخي الكريم، أنا أعتقد أنه ما يحصل هو غياب التنسيق المسبق أو الترتيب المنظم بين السفارتين، السفارة اليمن في الصين وسفارة اليمن في مسقط. يعني من الواجب على كلا السفارتين الاهتمام بموضوع الطلبة تحديدا، لأن الطالب أيضا هو مرتبط بمدة زمنية معينة. القبولات التي تأتي للطلاب تمنح للطلاب من ليس فقط من الصين بل مثل ألمانيا ودول أخرى، أيضا هناك من يذهب للدراسة إلى الهند، هناك من يذهب للدراسة في أمريكا، في دول متعددة. يعني هناك كثير من الدول تمنح اليمنيين منح دراسية بعيدة عن المنح الخاصة بحكومتهم أو من وزارة التعليم العالي اليمنية، وهذا ما يسبب عراقيل كبيرة أمام الطلبة المتقدمين في الأعوام القادمة، لأن ذلك يؤثر سلبا على قبولهم عندما لا يلتزم من سبقهم بالقبول إلى التسجيل في الموعد المحدد. فهذا يؤثر سلبا على أن الجامعات هنا في الصين أو غير الصين لا تقبل الطالب اليمني مرة أخرى. لماذا؟ لأنه تخشى أن لا يأتي في الموعد المحدد وتذهب عليها المنحة ويذهب عليها المقعد الدراسي، مما يؤثر سلبا يعني على 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 مصلحة الطالب الذي يريد أن يكمل أو يواصل مسيرته التعليمية. يعني ليس فقط البعد هنا بعد إنساني من حيث البقاء في شحن أو في أي منفذ من المنافذ الأخرى، وإنما المشكلة أنها تعكس الصورة السلبية عن اليمنيين وعدم مقدرتهم على الوصول في الوقت المناسب والمحدد للتسجيل هنا، مما قد يسبب عراقيل مستقبلية كبيرة، وربما لم يعد هناك أي قبول مستقبلي لأي طالب يمني طالما أنهم لا يلتزمون بالحضور في المواعيد المحددة سلفا الموجودة في القبولات المرسلة لهم من قبل الجامعات أو من قبل الحكومة الصينية. طيب، أنت أشرت إلى غياب التنسيق بين سفارتي اليمن سواء في سلطنة عمان أو في الصين، أنه يفترض أن يوجد بينهم تنسيق حتى تتسهل أمور الطلبة. في حالة يعني لو نظرنا إلى الحالات الأخيرة ربما للطلبة الذين غادروا إلى الصين، هل الطلبة تواصلوا مع السفارتين وبالتالي لم يجدوا أي اهتمام؟ ما الذي حدث؟ هل ربما الطلبة تأخروا في التواصل وهم يتحملون جزء من هذه المسؤولية؟ حقيقة أنا لا أستطيع هنا أن أحدد من الجهة المسؤولة تحديدا، ولكن أنا أقول أن الطلاب تقريبا وصلت أصواتهم وأوصلوا قضيتهم منذ الوهلة الأولى من قبل العيد أعتقد بأسبوعين، وهناك تواصل مع الجهات المعنية، ولكن الجهات المعنية هنا لا أتهمها بالخذلان، ولكن أقول ربما أن التواصل لم يكن كافيا بما يعني بما يدع مجالا للتحرك على الأقل من قبل السلطات العمانية تحديدا ومعالجة المشكلة في حينها. أنا أؤكد أخي الكريم أنه ما حصل في منفذ شحن وخاصة ما حصل للدفعة قبل العيد والذين اضطروا للبقاء هناك ربما ما يقارب الثلاثة أسابيع كانت مشكلة كبيرة جدا. يعني كانت مشكلة جاء فيها الجانب الإنساني، يعني تصور هناك كثير من العوائل اليمنية من الطالبات اليمنيات التي تم قبولهم هنا في الصين تحديدا اضطروا أنهم ينتظروا ثلاثة أسابيع، الغرفة الواحدة ربما يسكنها أكثر من 13 نسمة، وأنا معي ما يثبت ذلك. يعني لا يوجد الحقيقة أماكن يستطيع أو فنادق يستطيع أن يمكثوا فيها أو يتمكنوا من استعادة حياتهم الطبيعية فيها ويمكنهم ذلك من الانتظار. شكرا جزيلا لك، شكرا، أشكرك جزيلا أخ. ما حصل يا سيدي الكريم بأن الطالب بقى في منفذ شحن ما بين إجازة العيد وما طيب هذا معروف وتحملوا ظروف صعبة. أشكرك أخ عبد القادري، أشكرك جزيلا. ربما تم الإشارة إلى هذه النقطة من قبل فقط حتى نحن نناقش موضوع المنافذ بشكل عام. ينضم إلينا من المملكة العربية السعودية الأخ صادق، وربما يكون له تعليق حول مرور اليمنيين عبر منفذ الوديعة. كيف تبدو الأمور؟ هل هي مسهلة لليمنيين؟ وتفضل أخ صادق.
أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وبالبداية بيد أن أود أن أشكر قناة بلقيس على تتبعها لهموم وقضايا المواطنين التي تمس المواطن البسيط والمغترب بشكل خاص وكل اليمنيين بشكل عام. طبعا نحن لا يخفى الحال أننا نمر بظروف استثنائية، والبلد قدمت تضحيات كبيرة والشعب عانى الكثير، فلم يعد مقدور اليمني أن يتحمل أكثر من ذلك. لكن ما نراه في الواقع لا أحد يقف مع هذا الشعب بحيث يبحث عن حلول ومعالجات للقضايا التي تهم المواطن البسيط وبالذات المغترب، كما أشرت في منفذ الوديعة مثلا، لأن أعتقد أن هذا المنفذ هو أكبر المنافذ وأكثرها مرورا سواء للقادم أو للمغادر منه إلى اليمن، كون السعودية تحتضن أكبر عدد من اليمنيين مغتربين على أراضيها. المغترب هذا الذي يعد رافد أساسي من رافد الاقتصاد في البلد كان يجب أن يكون له وضع استثنائي، لأننا نعيش ظروف استثنائية، والمفروض على حكومتنا الرشيدة وكذلك رئيس الجمهورية مثلا فخامة الوزير عبد الرب منصور هادي أن يكون له دور فاعل في هذه القضايا التي تمس المواطن، لأننا إذا لم ننظر إلى هذه القضايا فلن يكون هناك مستقبل. نحن نعيش بالعقلية القديمة التي تكررت في عهد النظام البائد وإلى الآن ما زلنا نعيش بها. المنافذ مثلا، المنافذ هذه تمثل وجهة أو نظرة للبلد كما تمثل العملة. إذا أردت أن تقيس نهضة ورقي الشعب ومدى تقدمه وحضارته، فأول ما تصل إلى منفذ البلد سواء كان مطار أو منفذ بري أو منفذ بحري، من هنا يبدأ الرسم صورة عن الشعب الذي ستقابله. منافذنا الآن مثلا في منفذ الوديعة، تخيل أنك في منفذ لا تجد دورات مياه، لا تجد مسجد، لا تجد أي خدمات أساسية بسيطة منعدمة، لا تجد أماكن مظللة ومكيفة. هذا المنفذ لا زال يعاني نفس الروتين الذي كنا نعانيه في عهد النظام البائد. ما طيب. أعتقد المفروض أن يقابل هذا الشعب. طيب صادق، صادق، هذه صح المفروض أساسيات يفترض أنها تتواجد كخدمات وبنية تحتية في منفذ الوديعة من الجانب اليمني، صدقني، لكن الناس الآن تنازلوا عن أنه تتوفر دورات المياه أو باقي الخدمات، هم الآن ربما يهتمون بأنهم يستطيعون المرور من هذا المنفذ. كيف تبدو إجراءات المرور من خلال منفذ الوديعة؟ هل الأمور مسهلة أم معقدة في الفترة الحالية؟ نعم أخي العزيز، أنا ما أضيفه كمحور ثاني للنقاش وهذا ما تطرقت إليه وما أشرت إليه. قضية المرور أصلا نحن لو نظرنا إلى الجانب المرور، يعني مثلا أنت كجانب لو أردت المرور كجانب رسمي أو بطريقة قانونية في أي منفذ لابد أن تخضع للتفتيش، ثم العمل الإداري، عمل تأشيرة الخروج أو تأشيرة الدخول. من هذه الأشياء العمل الإداري لا زال عندنا يدار بآلية قديمة جدا عفى عليها الزمن. العمل التفتيش أصلاً مع انعدام أصلاً يدار بآليات كانت تستخدم في العصور الوسطى مما يؤدي إلى التأخير ولا يؤدي الغرض المنشود منه أصلاً. يعني المواطن الذي يظل هناك يتأخر، إحنا لا ننظر إلى المغترب بشكل عام، هناك المنفذ يستقبل كذلك قاطرات الشحن التابعة للتجار، يعني أو قاطرات الشحن المغتربين مثلاً الذين يصدرون أشياءهم من السعودية مثلاً إلى اليمن. هؤلاء الناس هم طبقة بسيطة، ليست من الطبقة الغنية التي تستحمل تكاليف البقاء في المنفذ عدة أيام. طيب. إجراءات معقدة. يعني طيب. ليست بالطريقة البسيطة. المفروض الآن سواء في منفذ الوديعة أو في غيره من المنافذ أن تشكل لجان استثنائية، أو في كل دول العالم في الظروف الاستثنائية بيشكلوا حكومات إنقاذ مثلا، ليس المنافذ فقط للدولة بشكل عام. نحن منافذنا لا زالت تدار بالعقلية القديمة، ولا زال الوظيفة في المنفذ تعد مغنم، ولا زال فلان سين أو صد من الناس لكي يعني لو افسد في هذا المنفذ او رفع عليه تقرير كما حدث في منفذ الوديعه لكي تزيح هذا الرجل من منصبه يحتاج الى دوره حكومه. الان نحن نحتاج الى تشكيل لجنه لكي تقيم عمل المنافذ وهيكلتها بشكل عام. المنافذ تحتاج الى هيكله من ناحيه تفتيش الاجراءات الاداريه لتطبيق القانون بشكل عام، الاجراءات القانونيه عند المرور. هناك موظفين لا يعي ماذا يعمل، يحدث لك مثلا تصل الى المنفذ وتظل ساعة أو ساعتين لمجرد توقيع أو تأشيرة عادية، يعني ليست بالضرورة أن تظل هذا الوقت كله يعني فقط. فعملية طيب أشكرك. النظر إلى التعامل مع المواطن يعني أشكرك. أشكرك أخ صادق. فقط الموظفين اليمنيين في المنافذ فقط يجيدوا ويعرفوا فقط تحصيل الرسوم من اليمنيين فقط، ربما لا يهتموا بالأمور الأخرى التي هي من اختصاصاتهم بتسهيل إجراءات ومعاملة الناس. طيب من ماليزيا ينضم إلينا الأخ محمد المعمري، أهلا بك محمد. أهلا وسهلا. أحمد المعمري. أحمد
لا مشكلة أحمد أبو محمد. طيب أحمد، أنت في ماليزيا ونحن نناقش العراقيل التي واجهها اليمنيون في المنافذ الحدودية، هل في سفرك أنت هل واجهتك بعض هذه المشاكل والعراقيل؟ إلى أي حد تتفق مع من يطرح أن هناك ربما عراقيل كثيرة أمام اليمنيين، أو أنك تنظر أن الأمور بما أنك قد غادرت أن الأمور مسهلة ربما؟ في الحقيقة كان في بداية الأمر رحلتي على أساس أنها تكون من عمان من مطار صلالة، لكن بعض الزملاء سبقوني وحذروني فيما بعد من عدم المجيء إلى مطار صلالة. طبعا كان هذا في تاريخ أكثر طبعا برفقة عوائلهم من تاريخ 18/7 إلى تاريخ 6/8، وهم أكثر من 20 يوم وهم في مدينة شحن. وللتنبيه، معظم اليمنيين القادمين إلى شحن هم يذهبون إلى هناك بغرض توفير المصاريف أو تكاليف السفر، بحيث أن السفر إلى القاهرة أو إلى الخرطوم يكلفهم أعباء إضافية. صحيح. فيتفاجؤون بجلوسهم لفترة تزيد عن أسبوعين أو 10 أيام، ما ذكره الأخ ماجد الشيبة أو ماجد شيبة حول أنك تأتي يوم الخميس لتستلمت عشيرتك يوم الاثنين، هذا خبر غير صحيح، يعني لما لكثير من شهود العين الذين واقعوا هذه الأحداث. فللأسف يعني معظمهم معهم تأشيرات، يعني حتى تأشيرات إلى قطر، تأشيرات إلى أستراليا، هذا زملائي، فبالأخير يتم تأخيرهم وتأجيل الرحلات بما اضطرهم الى العوده للحجز مع طيران السعيده عبر مطار سيئون، يعني بعد ما وصلوا الى مرحله يأس، يعني تحملهم لمصاريف اضافيه وتكاليف زائده. ووزاره الخارجيه طبعا ولا كأنه في اي شيء، مش كفايه يعني انه المطارات مغلقه والمنافذ مغلقه، وكان لم يتبقى لهم غير منفذ شحن، وهذا من مبادرة يعني محسوبة على الأشقاء في سلطنة عمان، لكن للأسف وكما ذكر الأخ ماجد، يعني فعلا اليمنيين في بعضهم تسببوا في مشاكل كثرة مخالفاتهم، يعني وكما يقال الحسنة ترخص والسيئة تعم، وبالتالي كل دولة لها نظامها وقانونها. يعني صحيح أن الإخوة في عمان متساهلين مع اليمنيين، لكن هناك ربما آليات وإجراءات واضحة. أنت أشرت أن وزارة الخارجية اليمنية لا تقدم ولا تؤخر ولا تهتم، طبيعي، ما وزارة الخارجية موظفي وزارة الخارجية المسؤولين والسفراء وأعضاء القنصليات هم وزوجاتهم وأولادهم وأقاربهم لديهم جوازات خاصة وجوازات دبلوماسية، وبالتالي ليسوا بحاجة تأشيرات مرور وعبور، وأيضا ربما كل الأعضاء والوزراء والوكلاء والمستشارين، فلذلك هم ربما لا يهتموا بهذا الموضوع. وزارة الخارجية مش مكلفة نفسها بأي شيء، يعني إذا كان حتى في على مستوى الملحق البعثات الدبلوماسية والملحقات الثقافية، يعني إذا الواحد معاه هنا معاملة في ماليزيا أو في القاهرة أو في الخرطوم على الملحقات الثقافية، فخلاص كأنه جاءت له صاعقة، يعني تنسد نفسه اذا فكر انه يروح السفاره اصلا يجدد جواز او اي شيء او اي معامله اخرى. فما بالك بالذي هم في المنافذ وحالات طلاب، مثلا مثل الطلاب اللي طيب نتكلم عليهم، معظم الطلاب الطلاب اللي مسافرين للصين لحد الان قاعدين في المنافذ، ومع العلم ان الدراسه في الجامعات الصينيه والروسيه تبدا ب 1/9. ربما ان شاء الله نتمنى انه تسهل امورهم. طيب احمد، انت لم تسافر من عمان، يعني لو تشاركنا تجربتك يعني في السفر، يعني هل كانت الطريقه او الاليه كانت مسهله؟ من عمان انا الغيت رحلتي مع فلاي دبي مباشره بعد ما اصدقائي تاخروا اسبوع بالبدايه، يعني هم جلسوا مده 20 يوم، لكن اول ما تاخر اسبوع انا عرفت انه الحكايه بتطول، فاضطريت الغي رحلتي مع فلاي دبي وحجزت من الخرطوم. ومن الخرطوم ما هي الآليات ربما الآن في الوقت الحالي والإجراءات للسفر؟ الآليات من الخرطوم يعني يتوفر مع طيران السعيدة أو خطوط الملكة بلقيس، لكن ربما مش الكل قادرين يسافروا عبر الخرطوم، لأنه تكلفة يعني $300 سبب فارق، يعني والطيران من عمان أسعاره غير الطيران من الخرطوم. طيب تدخل الخرطوم بدون تأشيرة صحيح؟ ومن ثم تحجز الخرطوم يعطوه بدون تأشيرة أبدا.
لا باستثناء يعني بعض الفحوصات، يعني فحوصات ما تكلفكش 5000 ريال للحمى الصفراء والكوليرا والى اخره. طيب شكرا لك احمد. العفو. طيب من روسيا انضم لنا الاخ انور السفياني. انور، لك تعليق في موضوع عراقيل التي تواجه اليمنيين في المنافذ الحدوديه؟ مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. طبعا تعليق بسيط جدا حول انه الخلل، وجهة نظري انا انه الخلل يكمن في دور الحكومه اليمنيه ممثله بوزاره الخارجيه، سلطنه عمان وغيرها من الدول يعني اعطتنا واعطت اليمنيين الحظ الاوفر وسهلت طريقه التعامل خلال الفتره الماضيه، لكن اعتقد من وجهه نظري انه السبب يكمن في الخلل يعني في دور وزاره الخارجيه بشكل مباشر. يعني في قبل الفتره كان دخول السودان لليمنيين القادمين من الخارج، مش القادمين من اليمن، لا يحتاج عمل تاشيره دخول. خلال هذه الفتره الحكومه السودانيه اقامت بتفعيل هذا النظام تاشيره الدخول، وايضا كان صعب للغايه جدا، يعني شروط تعجيزيه. نحن في دورنا هنا في روسيا يعني تواصلنا مع او بالاحرى مع السفاره اليمنيه، قلنا لهم انه يجب عليكم انه تذهبوا الى السفاره السودانيه وتحاولوا تبسطوا الامور، لانه في السابق كانت سلطنه عمان والسودان فقط لا غير هي اللي بتعطينا التاشيرات وتسمح لليمنيين بالدخول الى اراضيها. النقطة الثانية أنه بالنسبة للطلاب العالقين الآن في منفذ شحن، في هناك مجموعة كبيرة من زملائنا الطلاب تواصلوا معي أنا شخصيا في أمس واليوم، عالقين هناك لمدة تتجاوز 7 أيام، أيضا انتهت تذاكر رحلاتهم اللي قطعوها تذاكر العودة، ايضا مهددين ان اقامتهم في روسيا ستنتهي خلال ايام معدوده، اذا لم يعني الطالب يعود في فترته المحدده الى جامعته فهذه مشكله عظيمه جدا كبيره جدا، انه ممكن الطالب يظل بعديها من غير اقامه ولا يستطيع العوده الى روسيا. في المناسبه يعني الوضع الطالب اليمني والمواطن اليمني وغيره صعب جدا، وزاد تعقيد زاد مماطله و يعني آلية عمل وزارة الخارجية والحكومة اليمنية زاد من المعاناة، بدل ما يسهلوا للمواطن اليمني والطالب اليمني بالعودة يعني يسهلوا له في أمور عودته إلى مقاره الدراسية إلى أماكن عمله، زادوا صعب الوضع أكثر وأكثر. شكرا جزيلا لك أخ أنور. من ماليزيا ينضم لنا الأخ باسل الدبي من روسيا. ألو. أهلا باسل. يا هلا مرحبا بك وبالسادة المشاهدين جميعا. حياك باسل، هل لك تجربة ربما في موضوع العبور من المنافذ الحدودية؟ هل واجهت صعوبات؟ بالتأكيد، أنا كنت قد عبرت إلى سلطنة عمان في شهر 5 تحديدا، لكن لم تكن هناك العراقيل التي تتواجد في الوقت الراهن. ربما أنا أعتقد بأن المشكلة الرئيسية تكمن هي في الحكومة الشرعية تحديدا، ليس هناك أي جهود تبذل من قبل الحكومة الشرعية لتسهيل عمليات الدخول بالنسبة للمواطنين اليمنيين أو التنسيق بشكل رسمي بين حكومة اليمن وحكومة سلطنة عمان. هذا الأمر كله أدى إلى حدوث هذه العراقيل وإلى حدوث كل هذه التعقيدات. قل الأمر أنه يمكن احتساب أن الشرعية هناك في منفذ شحن تتواجد بشكل تراكمي من الممارسات غير الأخلاقية من قبل أفراد تابعين للحكومة الشرعية هناك. فعمان أوقفت في وقت سابق التعامل مع الجانب الحكومي اليمني المخول أساسا باستقبال أسماء المواطنين الراغبين في العبور من خلال منفذ شحن إلى عمان. هذا كلام خطير يا باسل. باسل، أنه عمان كحكومة توقف التعامل مع الجانب الحكومي اليمني، هل هذا كلام صحيح؟ يعني بناء على معلومات موجودة لديك؟ نحن ننظر من المخول الآن بعملية التنسيق بين الجانب العماني والجانب اليمني أو المواطن اليمني الراغب، هو مكتب العنصري الذي تثق به عمان كثيرا، وللأمانة مكتب العنصري يقوم بتقديم هذه التصاريح العبور بشكل شبه مجاني تماما دون دفع أي ريال واحد، وأنا مررت بهذه التجربة تحديدا في منفذ
شحن. واتفق مع الاخ ماجد الشبابي بان لا ريال واحد يتم اخذه من اي مواطن يمني من خلال العبور عن طريق مكتب العنسري، لكن المشكله الرئيسيه هي ان كثافه الطلب على الدخول الى عمان عن طريق منفذ شحن ربما هي من تؤخر منح التصاريح. طيب اشرت انت ايضا الى نقطه انه ممارسات ربما سيئه من قبل الجانب الحكومي هي من جعلت عمان تقطع العلاقه مع الجانب الحكومي اليمني، ما هي هذه الممارسات؟ كثير من الممارسات. نحن عندما نتطرق الى مشكله اغلاق المنافذ البريه لا نستطيع ان ننظر اليها من جانب واحد او من زاويه واحده. هناك مثلا مشاكل سياسيه، مشاكل دبلوماسيه، نحن نعلم جيدا ان هناك الضغط مثلا قد توجه عمان الى الحكومات اليمنيه خصوصا بعد التواجد العسكري للقوات السعوديه هنا في محافظه المعره وفي المناطق المحاذيه لسلطنه عمان والتواجد او المحاولات الحديثه لحزام الامن للتواجد في تلك المنطقه، كل هذه ربما تتحول عمان الى محاوله الضغط على الحكومه اليمنيه. ايضا لن يعني تعلم جيدا حجم الضرائب المفروضه مؤخرا مع التعاملات التجاريه بين اليمن وعمان بنسبه 100%، هذا كله يؤثر على طبيعه العلاقه وعلى عمليه تسهيل سير المواطنين اليمنيين، هذا كله ضغط انا اعتقد من وجهه نظري موجه للحكومه اليمنيه علها تعدل عن سياستها الخاطئه تماما والتي يتحمل نتائجها المواطن اليمني بشكل عام. طيب شكرا جزيلا لك باسل، مضطر نختم معك، شكرا جزيلا لك. حول ذات الموضوع أيضا لدينا بعض المشاركات من خلال الفيسبوك استعرضها معكم. الأخ علي يقول أين وزير الخارجية؟ لماذا لا يقوم بدوره والحكومة المقيمة في الرياض ماذا تفعل؟ الأخ عبد الصمد يقول الحكومة الشرعية هي المسؤول الأول والأخير عن كل العراقيل التي تقف أمام المسافرين اليمنيين سواء عبر البر أو البحر أو الجو، لأنها سلطة الأمر الواقع خصوصا بعد حظر المنافذ الجوية وقصف المطارات التي تحت قبضة الحوثيين. من هذه المسؤولية أمام المواطن نجد إهمال مقصود اتجاه المسافرين وكأنهم خارج ورقة الاهتمام. الشيء الثاني، لا تمتلك الخطوط اليمنية سوى طائرة واحدة من يصعد عليها كنعش الموت منذ 2015 وأكثر، لا نسمع وزارة النقل وكأنها فقدت في سراديب الركام. ربما معنا طائرتين طائرة. الأخ باسل يقول آخر المنافذ البرية التي كانت مفتوحة أبوابها من اليمني هي منفذ شحن الرابط بين اليمن وعمان، لكن المشكلة في صعوبة الدخول عبر هذا المنفذ إلى عمان جانب التواجد للقوات السعودية في المهرة وأمور كثيرة يشير إليها، والمناطق التي تحادد عمان هو خرق اليمني أنفسهم لقوانين وأنظمة الإقامة في عمان. كثير من يدخل لعمان بحاجة السفر واعتبارها كنقطة عبور أو لإنجاز موعد مع إحدى السفارات في العاصمة العمانية مسقط، تحولوا إلى مجامع بشرية ترزح تحت وطأة البقاء غير المحدود هناك لأسباب كثيرة، منها حاجتهم إلى مدة أطول هناك تزيد عن 14 يوم والتي تمنح لك في منفذ المزيونة مع قابلية للتجديد لمدة 3 أشهر، أو لأن المواطن اليمني المتواجد هناك يعملون على كسر مدة الإقامة دون مبالاة وبشكل متعمد، لأن ثم تسهيلة وبقاء دون سؤال عن هويتك أو من تكون هناك في عمان، حتى بلغ الحد بالكثير إلى كسرهم المدة المسموح بها لتصل إلى 7 أو 8 أشهر. طيب مشاركة أخرى، الأخ شاكر يقول إغلاق المنافذ البرية أمام المسافرين اليمنيين يزيد من حجم المعاناة والوجع الذي يتجرعه المواطن في ظل صمت الجهات الحكومية التي لم نلمس أي تحرك أو نسمع أي صوت منهم لفتح المنافذ البرية وتسهيل حركة المسافرين. طيب بهذه المشاركة وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة، نلقاكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة، في أمان الله.